هلو صبايا، كيفكم اليوم؟ رح نحكي عن موضوع اللي كل البنات وأنا واحدة منهم دايما بنسأله، ليش الفاونديشن تبعي بكون مجير مش مثل الفلتر على وشي؟ أوكي، السبب الأول دايما هو إنه بشرتك مش رطبة. أكيد أول شي لازم نعمله قبل ما نحط أي نوع من الميك اب هو إنه إحنا نرطب بشرتنا كتير منيح، تكون رطبة خصوصا في الشتاء، لأنه في الشتاء بتلاقي إنه هون بلش يكون عندك مناطق جافة هون، فلما نحط الفاونديشن بكون شكلنا مش حلو ومش مريح نهائيا، وإحنا نفسنا ما بنكون حابينه. سو أول شي لازم نبلش فيه هو الترطيب. ففيجا عندها مرطب ما راح تشوفوه بأي مكان. ليش؟ أول شيء هو ممتاز جدا إنك تحطي قاعدة أو أساس بيسك للميك اب، الخطوط